أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين تمضي في الطريق الصحيح بشأن كفاءة البضائع الداخلة والخارجة من الموانئ البحرية والمطارات بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. When you speak about the efficiency of goods coming in and out. عندما نتحدث عن كفاءة البضائع الداخلة والخارجة من الموانئ البحرية والمطارات، أعتقد أن البحرين كما ذكرت في وضع جيد جدا، ونحن نقوم بتنظيم هذه العملية من خلال الشراكة بالطبع بين الحكومة والشركات الخاصة، ومن بينها شركة APM Terminals التي تدير ميناء سلمان المفتوح لدينا، ونحن نعمل معا كدول خليجية على تحقيق المزيد من التكامل، ليس فقط فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، ولكن أيضا فيما يتعلق بتكامل سلاسل توريد التصنيع، حيث يوجد الكثير من البرامج المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بسلسلة التوريد والاستبدال، وبالتالي فإن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي قد تحتاج إلى تعزيز التعاون، وأحد الأمور التي نقوم بها هو أننا بدأنا بالنظر في الاستراتيجية الصناعية الخليجية والتأكد من تنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس.